في البداية أتوجه بالشكر للرئيس بايدن على حسن الضيافة. من دواعي سعادتي أن أزور كامب ديفيد مع رئيس الوزراء كيشيدا. كامب ديفيد هو موقع له دلالة تاريخية، حيث كان هناك كثير من القرارات الدبلوماسية في أوقات حاسمة في التاريخ. ونحن نتجاوب اليوم مع أزمات غير مسبوقة بين الدول الثلاث والتي تواجهها في المنطقة، وهناك كثير من الاقتصادات الرائدة التي لديها تقدم تكنولوجي وعلمي وأصبحت لها أهمية كبيرة أكثر من أي وقت سابق. من هذه اللحظة وقادما سوف نتذكر أن كامب ديفيد له دلالة تاريخية لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، ونحن نستغل كافة الفرص والسبل لتعزيز التعاون بناء على القانون الدولي وتعزيز الأمن والرفاهية بناء على وجهات النظر المتشاركة بشأن حقوق الإنسان وحكم القانون. واليوم نحن القادة الثلاثة كان لدينا أول لقاء قمة ثلاثي، وهو يضع الخطوات الرئيسية للتعاون. واليوم لدينا اتفاق بشأن مبادئ كامب ديفيد التي سوف تعمل على وضع إرشادات مستمرة للتعاون الثلاثي. بالإضافة إلى ذلك، لقد وضعنا روح كامب ديفيد نصب أعيننا، وهو يطرح الرؤية الثلاثية لتعزيز الإرادة للتعاون في البداية لتيسير النمو والتطور من خلال التعاون الثلاثي. وقد بنينا وقمنا بتدشين مؤسسات ومنصات للتعاون الثلاثي، بالإضافة إلى وضع هذا القمة في محل الإناقات بشكل معتاد وعلى أساس سنوي، بالإضافة إلى عدد من اللجان الفنية الأخرى في كل عام لضمان تنسيق كافة أعمال التعاون. ولا سيما نحن القادة اتفقنا على إنشاء قناة اتصال، فبالتالي يمكن تيسير كافة أعمال التنسيق والاستجابة معا في كافة الطوارئ في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، لتعزيز التعاون الاستراتيجي الثلاثي في الإندو باسيفيك، اتفقت الدول الثلاث على تعزيز الحوار الثلاثي الذي سوف يستكشف كثير من مجالات التعاون المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، بالإضافة إلى الحوار الأمني في المنطقة، اتفقنا على إنشاء هيئة استشارية ثلاثية لتعزيز التعاون والاتصال فيما يتعلق بتمكين النساء والصحة العالمية. وقررنا أيضا تعزيز الريادة الثلاثية لتعزيز العلاقات بين الأجيال المستقبلية. ثانيا، اتفقنا على تعزيز التعاون الأمني لضمان الأمن والسلامة لشعوبنا والسلام في المنطقة بناء على تأسيس إطار عام للتعاون. في البداية وفي هذا الشأن قمنا بالتشاور بشأن بعض موضوعات التعاون التي تستهدف تعزيز قدرات الرد الفعل والاستجابة في مواجهة التهديدات من كوريا الشمالية، وفي أيضا تعاون في مجال تبادل المعلومات الفعلي في الوقت الحقيقي من خلال تفعيل هذه الآليات خلال هذا العام. وهذا سوف يصنع تقدما ملحوظا في تعزيز قدرات الدول الثلاث لتتبع الصواريخ كوريا الشمالية. في مواجهة التهديدات من كوريا الشمالية أسسنا منصة للتعاون الثلاثي التي سوف تعقد على أساس سنوي، وتعهدنا في نفس الوقت هو ضمان عدم تمويل برامج كوريا الشمالية التي تنتهك حقوق الإنسان والتي تعزز هذه الأنشطة. لردع كوريا الشمالية يمكن خفض التمويل أو حد من تمويل هذه البرامج.
بالإضافة إلى ذلك من خلال التعاون الثلاثي في استراتيجية الهند باسيفيك مواجهة أي محاولات فردية لتغيير الوضع الراهن باستخدام القوة مع احترام سيادة الدول ووحدة الأراضي وفقا لحكم القانون والنظام الدولي من خلال تعزيز التعاون الثلاثي. وجزءا من هذه المساعي الدول الثلاث اتفقت على دعم الدول الاندوباسيفيك وتعزيز الأمن البحري. بالإضافة إلى ذلك أيضا لمساعدة الأوكران للحصول على واستعادة حريتهم نحن مصرون على تعزيز كافة الآليات لدعم أوكرانيا. ونحن القادة الثلاثة تناولنا بعض الموضوعات بشأن كيفية تعزيز التعاون الجماعي لضمان المستقبل والرفاهية لشعوبنا في مجال الأمن الاقتصادي الذي يتصل باقتصاداتنا الوطنية. نحن نعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية من أجل ضمان صمود سلاسل الإمداد وأمن الطاقة، وأيضا لتعزيز موقفنا من خلال التعاون الثلاثي للتعامل مع كافة مخاطر سلاسل الإمداد ووضع آلية للإنذار المبكر. بالإضافة قررنا تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا المتطورة لضمان التطور ولا سيما في الذكاء الاصطناعي وأيضا أجيال المستقبل من التواصل وقطاع الفضاء. التعاون الثلاثي سوف يقدم موائمة للجهود قوية. كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة قرروا تعزيز الجهود المشتركة لتقديم الركيزة الأساسية للقيادة الثلاثية في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي وأيضا لضمان رفاهية المنطقة فيما يتسق ويتصل بآليات تعزيز الجهود. سوف يتم تنفيذ هذه الجهود بشكل جماعي. واليوم القادة الثلاث أكدنا على تعهداتنا بأن المنصة التعاون الثلاثي سوف تكون عهدا جديدا لكافة القدرات المشتركة مع وضع في الاعتبار الأسس والمبادئ الخاصة باحترام حقوق الإنسان. وسوف نساعد في خلق عالم يتسم بالرفاهية والسلام. وهذه هي الأسس للتعاون. السيد الرئيس، شكرا جزيلا على حسن ضيافتكم. في المرة القادمة أتمنى أن يكون هناك تضامنا أو لقاء في كوريا الجنوبية.